عادل عبد الرحمن أيقونة خط الوسط في تاريخ النادي الأهلي. عادل عبد الرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي سطر تاريخاً كروياً لا ينسى، كونه أفضل اللاعبين في جيل الثمانينيات والتسعينيات بالقلعة الحمراء. اعتبره النقاد واحداً من النجوم المميزين في وسط الملعب خلال فترة دفاعه عن ألوان المارد الأحمر. عادل عبد الرحمن من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 11 من ديسمبر من عام 1967. ساهم بقوة في فوز المنتخب الوطني بمسابقة كأس أمم إفريقيا نسخة عام 1988، وتأهل ليشارك مع كتيبة الفراعنة في مونديال 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري. أحرز عادل عبد الرحمن مع النادي الأهلي 19 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية، ولعل أبرز مواسمه عندما قاد الشياطين الحمر للفوز بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1993، بعدما سجل هدف الفوز في شباك أفريكا سبور الإيفواري من ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت على أرض استاد القاهرة. ولعب عبد الرحمن مع الأهلي 7 مواسم بداية من عام 1988 وحتى عام 1995. بعد اعتزاله اللعب اتجه عادل عبد الرحمن للعمل كمدرب في قطاع الناشئين بالأهلي بعد الاعتزال لمدة 10 أعوام متتالية، ثم تولى منصب المشرف العام على براعم الناشئين بنادي إمبي عام 2008 ليقضي 5 مواسم حقق خلالها طفرة كبيرة مع ناشئي الفريق البترولي، قبل أن يتجه للعمل مدربا في الدوري السعودي مع أندية الشباب والنصر والباطن والوحدة واتحاد جدة، محققا معهم 10 بطولات قبل أن يعود للتدريب في الدوري المصري من بوابة نادي سموحة في فبراير عام 2019. كابتن عادل عبد الرحمن وتاريخ كبير مع النادي الأهلي، الحقيقة اللاعب كبير ومن أمهر اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، مواليد 68، ليه تاريخ كبير قوي، مش بس من أمهر اللاعبين ولكن كمان على المستوى التدريبي فهو ليه كارير رائع جدا. وطبعا لما بنيجي بقى نتكلم على التحليل فاحنا بنتكلم على دماغ مختلفة جدا في الكورة، حد بتستمتع وانت بتتفرج عليه وهو بيتكلم في الكورة، والنهاردة بإذن الله متعنا أكتر وهنتكلم أكتر عن حاجات كتير قوي. منورني يا كابتن عادل. أهلا سارة، أهلا بيك. منورني. انا اللي سعيد ان انا معاك. طبعا احنا سعداء وعايزين نستمتع ونمتع الجمهور بقى بكلام حضرتك طبعا في الكوره، وخليني كده اي حاجه بتبقى بتنتمي للنادي الاهلي فهي بتمتع الناس، مش انا، القناه وفرقه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي فعلا بيتمتع. يعني انا في الوقت الحالي من جمهور النادي الأهلي، فأنا بستمتع بنادية وبستمتع كمان بإعلامه وبستمتع كمان بالبطولات اللي خدها النادي الأهلي ونادي القرن وحاجات كتير قوي النادي الأهلي. يعني أنا عايز أقول لك الواحد لما كان بيشتغل بره كان بيبقى فخور جدا إنه كان يعني، وما زلت إن أنا بنتمي للنادي الأهلي، ولكن كان لاعب في النادي الأهلي وكان مدرب في النادي الأهلي، فاللي بياخد السيفي ده بيبقى حاجه كبيره. وطبعا الجمهور دايما بيتمتع يا كابتن الحقيقه لما بيتفرج على حضرتك سواء لما كنت في الملعب او دلوقتي يا كابتن. يعني خليني كنت بقول لك قبل الفاصل على او قبل ما نبدا طبعا الحوار على انه الناس كلها فاكره هدف نهائي كاس الكؤوس الافريقيه 93، بس هدف 90 في مرمى ساحل العاج لما كابتن جوهري قرر ان هو يلعب بالمنتخب الاول او يسيب المنتخب الاول يحضر لكاس العالم ويلعب بالمنتخب الثاني طبعا في الجزائر في كاس الامم الافريقيه، كنت هداف كاس الامم الافريقيه. على فكره يمكن ما حدش خد باله من الموضوع ده ان انا كنت فعلا هداف منتخب مصر في كاس الامم، لان احنا ما جبناش الا جون واحد وانا اللي جايبه، فالناس كانوا بيقولوا كده يعني. ولكن دي كانت مباراه قويه جدا، كان قبل ما نسافر كاس العالم. يمكن الكابتن جوهري فضل ان يروح بالمنتخب الثاني وانا كنت اتعورت، كنت رايح مع المنتخب الاول ولكن اتعورت، قال لي لازم
الله يرحمه يعني قال لي لما ترجع ترجع تلعب في كاس الامم وبعدين موضوع كاس العالم نشوفه بعدين يعني نجهزك في كاس الامم. فروحت عملت اداء كويس والحمد لله احرزت الهدف اللي انت بتقول عليه وجالي يجي 3 عروض احتراف يوميها في الجزائر، جالي انتورب بلجيكا وجالي ناديين من واحد من اسبانيا وواحد من البرتغال، وكان الاسعار كانت ساعتها ما كانش في بقى احتراف زي دلوقتي، وكان الموضوع صعب جدا انك تروح تحترف في وقت، وكان ساعتها النادي الاهلي قالوا لي اقعد احنا في احتياج. قعدت ما اتكلمتش ولا قدرت اقول ما اتضايقتش ولا اقدر اتضايق لانه النادي الاهلي اللي عملنا والنادي الاهلي اللي كان، وكانت اللوائح ما تخليناش حتى نقدر نتصرف في حاجه، وحتى لو ما كانش في لوائح احنا النادي الاهلي لما بيقول لنا حاجه بننفذ. يعني انا النادي الاهلي طلب مني ان انا ابقى مدرب لفرقه الشباب بعد ما كنت دربت الاتحاد السعودي في ابطال اسيا والشباب السعودي في الدوري الممتاز السعودي، ولعبت حوالي 55 مباراه في الدوري السعودي، ودي حاجه كبيره جدا يعني ما فيش مدرب مصري يعملها ولا عملها ولا هيعملها. اقصى مدرب ممكن يروح الدوري السعودي يقعد فيه 2-3 أسبوع ويمشي يعني. صح. دي حقيقه يعني. يمكن اخر واحد كان ميدو، قعد فتره ميدو قعد فتره كويسه ولكن حصل موقف ومش، ولكن النادي الاهلي طلب مني ان انا ادرب الفرقه اللي تحت الفريق الاول ما قلتش لا. طب وشايف النادي لما يطلب احنا باللب، لان النادي اللي خلانا نبقى كده. طب بعد يا كابتن الله طبعا طبعا الانتماء اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي ده وقت ايام حضرتك كده شايفه موجود دلوقتي؟ لا يعني عايز اقول لك حاجه، اللي ربناهم، شوفي بقى الكلمه خلي بالك، اللي ربناهم كويس في نادينا ممكن يبقوا زينا. يعني اللي ربناهم كويس في نادينا، وانا واعي للكلام اللي بقوله لان انا معظم اللعيبه اللي متواجده على الساحه دي كلها عشرناها ودربناها ومرناها وجبناها. ويمكن في مدرب كبير اسمه بدر رجب يمكن من اعظم وافضل اللي مرنوا البراعم في تاريخ الوطن العربي كله. بدر رجب يمكن كل معظم اللعيبه دي كلها خلي بالك احنا لما كنا في مدرسه الكوره احنا اللي جبناهم، ده الكلام ده من وحتى تلاقي ان الاسماء دي كلها اسماء مستعاره احنا اللي طلعناها. يمكن يعني كهربا مثلا دي بتاعت بدر رجب، تريزيجيه بتاعتي انا اللي كنت مسميه تريزيجيه وهو مش اسمائهم كده خالص. خلي بالك احنا مره الاداري بتاعنا غاب فجينا نحط السكور احنا ما عرفناش اسماء اللعيب. يعني بيكام ده اللي في وادي دجلة ده بدر رجب مسميه، اسماء كتير قوي كل اللعيبه اللي لهم اسماء مستعاره في النادي الاهلي. ليه كهربا؟ بدر كان شافه هو كهربا ده كان شقي جدا وهو صغير ولعيب كان شقي جدا ومره جنن بدر في النمسا عشان كده من بعديها سمى كهربا شقي جدا. شقي جدا كان شقي يعني وطول عمره لعيب كويس وشقي. وتريزيجيه عشان كده لا تريزيجيه ليه قصه لانه اول ما شفته في النادي لما جبناه كان لابس تيشيرت تريزيجيه برقمه وكان بيلعب راس حربه ساعتها خلاص بقى اسمه تريزيجيه وانا سميته. يعني انا كنت لما باجي بندهله بالاسم اللي وراه كان شبهه بالظبط شبه تريزيجيه بالظبط يعني وهو صغير يعني لو جبت صوره وهو صغير في ناشئين الاهلي كنا جايبينه صغير قوي فكان شكله كده فسميته تريزيجيه. حضرتك يعني شايف اللي اتربى في النادي الاهلي مش هيبيع لا 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 مفيش مش هيبيع، ولان النادي الاهلي في حاجه مهمه لازم الناس تعرفها، النادي الاهلي بيدي برضه. يعني انا اي واحد هيختلف او ممكن يبقى السعر هنا ممكن النادي الاهلي قده، يعني لو جاله قد النادي الاهلي مره ونص يعني او مره تانية عارفه تقدري تقولي ايه؟ تقدري تقولي ان البطولات هتعوض، تقدري تقولي ان شهرته هتعوض، اعلاناته هتعوض. جمهور الاهلي لوحده ان انت بتلعب في نادي برضو جمهور الاهلي برضو لما بتبقى في الملعب ونتمنى طبعا الجماهير ترجع لما الدنيا تسمح والظروف تسمح اكيد احساس جمهور الاهلي غير اي نادي تاني برضو. عايز اقول لك حاجه، انا سالت كتير على جماهير يمكن في كل نادي كنت بروح اقول كنت بقول جمهور النادي الاهلي لا يعوض. ليه؟ اولا جمهور واخد على انه طول عمره نمبر 1 صح طول عمره بيكسب
انت عارفه، فليه معامله خاصه، وحتى هو جمهور راقي. ناس احيانا الناس اللي بتنتقد جمهور الاهلي بيقول لك ان هم بيحبوا ناديهم بس، وطول عمرهم بيقولوا يعني، حتى اقول لك ايه، اهلي وخلاص، انك بتقول اهلي وخلاص. ما هو لازم يقول، لان هو مبسوط طول الوقت. يعني جمهور واخد على البطولات. نديم عوده على كل سنه بيجيب له بطوله. صح. يعني احنا وصل بينا الحال ان بطوله الدوري اللي احنا بناخدها خلاص بقت عاده بالنسبه لك. يعني كتير قوي بمشي في الشارع الناس يقولوا لي كابتن الدوري، احنا ما الدوري بتاعنا، احنا بناخد الدوري، احنا عاوزين بطوله افريقيا. يعني بمناسبه الدوري بقى يا كابتن، يعني الناس كلها كانت في الموسم ده في حته معينه، وهجوم كتير على النادي الاهلي، قبل كورونا حاجه بعد كورونا حاجه، كلام كتير قوي، وكابتن عادل عبد الرحمن جاي من تاني اسبوع في الدوري. أيوة. يقول الاهلي خد الدوري في تصريح مهم جدا لي من تاني اسبوع يا كابتن. بصي يا ساره، انت محضره جدا للحلقه بتاعتك، وفي حاجات انت بتقوليها صح. ممكن انا كنت مع احدى، مش هقول المذيع مين ولا القناه، لكن وده تصريح كان قلت ان النادي الاهلي من الاسبوع الثاني بطل الدوري، وقبليه بمراحل، يعني وقبليه باسابيع. رؤيتك كانت ايه يا كابتن؟ لان يعني انا عارف النادي الاهلي، ولاني النادي الاهلي اداؤه الموسم اللي قبله رغم ان خدنا دوري، مش ده اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيخسرش ماتشين ورا بعض، وموسمين ورا بعض ما بيعملهمش وحش. والنادي الاهلي لما بيعمل موسم ادائنا ما كانش ممتاز في الدور الاول، الموسم انا بكلمك على الموسم اللي مش ده، الموسم اللي فات اللي هو خدناه كان المقاولين. لا كان رصارتي، كان في ماتش المقاولين لما حسمنا الدوري مع رصارتي. احنا الـ 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 السنه دي ما كانش الدور الاول، كان النادي الاهلي بيأدي اداء مش كويس، وحصل ان اتغير لعيبه كتير وحاجات كده كتير قوي. انا عارف اداره النادي الاهلي، وعارف ازاي كل اللي بيديروا النادي الاهلي ازاي بشكل النادي الاهلي. فانا عارف ان النادي الاهلي السنه دي مش هيفرط في حاجه. وبغض النظر عن مين المدرب اللي كان يعني جاي، يعني ثقه في شخصيه النادي الاهلي. أيوة، في ان ثقة. هو مش هيفرط في حاجه، مش عشان فايلر او رؤيته الفنيه. لا فايلر جاي. بص انا مش عاوز اتكلم علشان الناس يقولوا هو مشي ومش مش فايلر جاي النادي الاهلي اقل من النادي الاهلي. مانويل جوزيه كان جاي النادي الاهلي اقل من النادي الاهلي. لكن مانويل جوزيه ده مدرب عظيم، مدرب كبير، وفايلر مدرب. انا فايلر يعني انا كان رايي فيه من البدايه. وحتى شوفوا اي تصريح اتكلمت فيه، انا عمري ما قرار اداره النادي الاهلي في مدرب اقدر ان انا انتقده، ولكن انا اتحفظ، ممكن ما اتكلمش. يعني ممكن ما اتكلمش على المدرب كتير، ولكن انا عارف ان موضوع فايلر كون انه مش، انا مش زعلان انه مش، بالعكس ده هو اللي خسران. يمكن انا اتكلمت في الامور دي كتير، هو خسران جدا ان هو مشي من النادي الاهلي ده اولا. حاجه كان في انتقادات كتير ليه بعد فتره التوقف يا كابتن عادل، وانه الكلام اللي كان بيتقال او الكلمه الكبيره فايلر مش مركز، فايلر مش مركز. الدور الاولاني انا قلت التصريح من تاني اسبوع ثقه في مين؟ في النادي الاهلي. صح. هقول لك حاجة تانية، ودي حاجات أنا المفروض ما أتكلمش فيها، لكن هكلمك فيها. لعيبة النادي الأهلي السنة اللي فاتت خدوا طريحة قوية من الانتقادات، إسكان جوه النادي ومن مجلس إدارة النادي ومن جماهير النادي. خلي بالك من دي كويس. أوكي. فاللي جاي المدرب اللي كان جاي فايلر، أي حد مش هيلاقي مقاومة من اللعيبة نهائي، هيلاقي التزام، هيلاقي قوة في أداء. وده اللي حصل. أنت هقول لك حاجة ونرجع نفتكر، كل ماتشات الدوري الممتاز الأهلي مشي فيها كويس. في مباريات فيها ندية وقوة مع فايلر، النادي الأهلي قل رتمه شوية. ده مش من اللعيبة، ده كان تدريب مدرب. أنا بقولها لك بمنتهى الأمانة، مش نقدا إنه مشي. أنا عارف الناس هتصطادنا دلوقتي يقول لك إيه، شوفوا عشان فايلر مشي بعد اللي كانوا بيقولوا عليه وبيقولوا. أنا ما كنتش بقول عليه كده، أنا بقول لك حقائق. يعني أنت بعد كورونا فايلر أداء النادي الأهلي كان زي الدور الأولاني، ده عدم تركيز. فكر رايح حتة تانية، فكره كان رايح حتة تانية.
افتكر يعني ممكن حد يقول لك ما هو اي حد بعد فتره التوقف وكل انديه العالم وشفنا برشلونه بيخسر بالثمانيه وشفنا وشفنا لا انه لازم واحده واحده لا بس لا فعلا جماهير الاهلي لا ما كانتش شايفه كده، كانت شايفه ان مفيش تركيز من المدرب. بص يا ساره لحظه، انت احنا بنتكلم انا بنقلك كل وجهات النظر. لا انا بتكلم على برشلونه، انت لو بتتكلمي على برشلونه وبتتكلمي على اداء الانديه طب ما بايرن ميونخ بايرن الوحيد زي النادي الاهلي طب ما انا بعتبره زي النادي الاهلي هو في المانيا والنادي الاهلي في مصر مثلا، زي مثلا ريال مدريد في اسبانيا. يبقى فايلر يعني ما كانش فيه تركيز ده اللي لا هو بتقول. انت شايفه ايه؟ مش انت كمان بس، الجمهور شايف ايه؟ الجمهور شايف كده. شوفي مفيش مدرب بيوصل بالفرقة لوقت معين وممكن يطلب رحيله في وقت صعب. ده بيبقى مدرب من المدربين وجهة نظري حاجة من الحاجتين، اللي هو خايف مش قد المسؤولية وخايف مش قد مسؤولية أفريقيا، اللي هو من وجهة نظري بعتبر انه مش مدرب محترف. لان المدربين المحترفين ادائهم ده فيما بعد، يعني انا نادي تاني اجي اتعاقد معاه مع فايلر، انا لو نادي تاني بفهم يعني اجي اتعاقد معاه اقول لا الراجل ده في اوقات معينه ممكن بيبيع فرقته او بيسيب فرقته في اوقات صعبه جدا انه تتساب فرقته فيها. رغم ان اقول لك حاجه، ما هو اداره الاهلي اشتغلوا صح. يعني ده احنا بقى دي نقطه هنتكلم عليها بالتفصيل وازاي مجلس الاداره كان مجهز نفسه قوي في موقف زي ده، بس بعد الفاصل يا كابتن عادل. اوكي. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن عادل عبد الرحمن، وكلام كتير قوي عن النادي الاهلي الفتره دي والفتره اللي جايه والفتره اللي فاتت برضو اللي خلاص قفلناها يا كابتن. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكره انه يمكن رحيل فايلر المفاجئ ده كان المفروض يحط النادي الاهلي في ورطه كبيره، بس شفنا الحقيقه زي مجلس الاداره اتعامل مع ده، شفنا انه من الواضح ان كان في ترتيبات لمجلس الاداره تحسبا لرحيل فايلر، كان في اكتر من سي في قدام مجلس الاداره وقدروا ان هم اختاروا الحقيقه قدروا ان هم يختاروا مدرب يعني احنا شايفينه لحد دلوقتي اختيار كويس، وكان في يعني تعامل كويس جدا ومحترف وبروفيشنال من مجلس اداره النادي الاهلي وكان ليه رؤيه ثاقبه. شايف ده ازاي؟ شوفي هقول لك، الناس كانت بتتساءل ليه فايلر بيعمل كده مع النادي الاهلي والكلام الكتير في الرحيل والنادي الاهلي ما كانش بيتكلم، ودي عاده النادي الاهلي وعاده انت عارف رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت ده محمود الخطيب، يعني كان كابتن محمود الخطيب لعيب كبير فاهم الامر أسطورة. فاهم ويعني فاهم يعني ايه قيمه النادي الاهلي، فقيمه النادي الاهلي مش في الكلام. يمكن رئيس النادي الاهلي بالذات احنا تربينا على كده على الكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن الخطيب في الوقت الحالي، ان الكلام كتير لا هو فعل صح، كان بيسيب الناس تتكلم هو بيحضر يعني بغض النظر عن موسيماني ايه باي حاجه باي حال من الاحوال، ولكن انك كونك انك انت ما يبقاش عندك فراغ في مدير فني يوم فدي اداء جيد جدا من لجنه التخطيط مع رئيس النادي مع لجنه الكوره مع مدير الكوره، فده اداء انا بحيوم عليه. اول حاجه. الحاجه الثانيه المهمه انه افضل حاجه في في في, في اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي الصبر والجلد وعدم التصريح بدري وقليلين الكلام لكن افعالهم كويسه، وانا سعيد بيهم انهم عملوا المستمر على مجلس الاداره. نعم؟ الهجوم المستمر على مجلس الاداره من قبل ما نحسم الدوري وبعد ما حسمنا الدوري كان بزياده شويه يا كابتن عادل؟ لا بص اقول لك حاجه، انا قلتها اكتر من في اكتر من مكان، النادي الاهلي جوه الملعب محدش هيقدر عليه. هو الموضوع دلوقتي بره الملعب، هو يمكن كتير قوي بيتشتت بره الملعب لانه الناس كلها حست ان جوه الملعب، بدليل انا اديك ارقام يعني انا مش بتكلم علشان انا انتماء للنادي الاهلي، لا انا بكلمك على فرقه حسم الدوري قبلها بسبع اسابيع. يعني ايه سبع اسابيع؟ سبع اسابيع ده 21 مفيش منافسه مباراه 21 سوري بون
نقطة. 21 يعني سبع مباريات، سبع أسابيع، سبع أسابيع بتجيب اللي في الخامس ياخد دوري. أنت فاهمني؟ في بره. فلما كونك إنك تحسم الدوري قبلها بسبع أسابيع وعليك النقد ده كله، تعرفي إني جوه الملعب مفيش فايدة. هم شايفين إنه مفيش فايدة. صح. فأنت تشتته منين بره الملعب؟ تيجي دلوقتي كمان التشتيت جاي منين؟ على اللعيبة. ان هناخد ده ومش هناخد ده، اقول لك حاجه واطمن جمهور النادي الاهلي واقول لجمهور النادي باي حد هناخد دوري. ان شاء الله لو مشوا كل اللعيبه وجبنا لعيبه تانية هناخد دوري، لان المنافسه ضعيفه. طيب انا عايز ادخل معاك في موسيماني، بس اقفل كده صفحه فايلر. كان في كلام انت كنت بتقوله لي في الفاصل على وليد ازارو وصالح جمعه وازاي تم التعامل ده على موضوع فايلر. يعني من عدم تركيز فايلر كان في مين؟ في وليد ازارو وفي صالح جمعة كمان. يعني إلى الآن إنك أنت حتة الرأس حربة ما كنتش عارف تفصل فيها في وقت إنك أنت مشيت فيه وليد أزارو. أنت وجهة نظرك إنك وليد أزارو مثلا يطلع إعارة، لكن طب ما بالك إنك أنت مش هتكمل، يجي مدرب تاني كان ممكن يعجب بوليد أزارو. علشان كده بتكلم بقول إيه، أحيانا اللاعبين من ممتلكات نادي مش ممتلكات مدرب. المدرب مش لازم ياخد، عاوز اقول لك يمكن انا يعني اتعلمتها بره لان انا كنت بشتغل في دوري محترفين. في اصول للاعبين، الاصول بتاعه النادي ممكن تجيب ارقام وفلوس للنادي، فالمدرب ما يجيش جنبها. ولكن في حوالي 80 او 70% من جوه الفرقه انت تقدر تتحرك فيها، ولكن ما تتحركش فيها بره النادي. يعني انت تتحرك فيها تكتيكيا، تتحرك فيها تلاعب، تقعد، تمشي، مش تمشي بره النادي، تمشي من الفرقه شويه، تنزله تحت شويه ما يلعبش. لكن كونك انك انت تطلع بره بقراره والحاجات دي، انا من وجهه نظري يجب ان دي بتبقى مع المدير الرياضي ولجنه التخطيط والكوره. لما تيجي تطلع لعيب اعاره ده بيطلعوها اللجان وليس المدرب بس لوحده، بيبقى هو واللجان. طيب شايف بقى ازاي المباراه الاولى للنادي الاهلي امبارح تحت قياده موسيماني، بصماته وضحت ولا لسه؟ لا شوفي، واحنا هنتكلم على بصمات مدرب مش من اول يوم، صح؟ خلينا نتكلم كلام محترفين. لكن هو النجاح انه ما كانش فيه فجوه في اوضه اللبس. تمام. بمعنى نجاح موسيماني في المباراه بتاعه امبارح ده راجع من انك انت في البدايه ما خليتيش فرصه كبيره للاعبين في اوضه اللبس تتساءل من مدربهم، هنجيب مدرب وبعدين نمشيه ونجيب مدرب تاني، من المدرب اللي جاي ومن المدرب اللي مشي. يعني هي كان الفرق ما بين المدرب اللي مشي والمدرب اللي جه كان لعبنا مباراه وريحنا يوم وجي المدرب بدا تاني يوم. يعني خلى توفير كبير قوي في اوضه اللبس، لانه كره القدم او التيم الناجح مش جوه الملعب بس، ده اوضه لبس اهم طبعا. اللي هي لمت اوضه اللبس، اللعيبه نفسها تركيزها، فتركيز اللعيبه كان كويس. موسيماني لما بدا وتركيز اللعيبه كويس، عشان كده حلفوا النجاح في اول مباراه لي، مباراه المقاولين اهو. وانا افتكر ان بصمته هو بيحض لها لمباراه الوداد. شفنا جيرالدو امبارح يا كابتن كان في مستوى كويس جدا، كهربا برضو شفنا تطور في مستوى لعيبه، بعض اللعيبه ده تطور نفسي. تمام. يعني ودي حته مهمه. ما بص يا ساره اقول لك حاجه، المدرب ما يقدرش انه يحسن مهاره لاعب، لكن يحسن نفسيه لاعب. فهم ارتاحوا جدا. اقول لك حاجه، من اهم اسباب النجاح لموسيماني ان شاء الله نفسيه اللاعبين انها ترتاح شويه من الضغط العصبي اللي كان عامله فايلر عليهم. انا بكلمك بمنتهى الامانه، مش مجيئا على فايلر، ابحثوا في امره. كان ازاي الضغط النفسي اللي عامله؟ كان عامل ضغط نفسي على معظم اللاعبين. ازاي؟ يعني في حاجات ما اقدرش، لا يعني في حاجات انا بتكلم مع لعيبه لان انا دربت منهم لعيبه وبتناقش معاهم. لا في ضغط نفسي كان عامله عليهم. الحاجه الثانيه المهمه انه المدرب اللي جه في وقت خلاص في نهايه موسم في تفنيش، عنده تجارب كتير قوي هيشوفها وهيقرا عنها. انا بس انا ليا انا ده الضغط النفسي على لاعب من قبل مدرب ممكن يبقى ازاي؟ في صوره ايه؟ يعني ان هو مش بيلعبه، ان هو بيتعامل معاه باسلوب بصي لا عدم استقرار.
احنا شفنا بعد كورونا فايلر كان بيرجع ويلعب مباراة والمباراة اللي بعدها ممكن يريح أربعة بحكة التدوير انه بيعمل روتيشن مع اللعيبة. في لعيبة كتيرة قوي كانت بتبقى ماشية كويس قوي وتبعد مرة واحدة، وفي لعيبة انت كنت حاسة ان هي لازم تبعد فترة علشان أدائها مش كويس علشان ما تتحرقش اتحرقت. فهو ده اللي انا بكلمك على ده الضغط. طيب فاحنا كسبانين ان موسيماني عارف يتعامل نفسيا مع اللعيبه، وانه الراجل ده بيعرف يتعامل من الجانب النفسي، واللعيبه دلوقتي ارتاحت من الضغط العصبي بتاع فايلر. امتى ممكن نحكم على موسيماني؟ المدرب المفترض عليه انه تحكم عليه ما بين من شهرين لثلاث شهور. ده انا بكلمك في المستوى العالي. عشان كده لكن في مصر هنا احنا جمهورنا او مش جمهور النادي الاهلي، في الكوره في مصر عاده في كل اللي بينتبه للكوره انت ممكن تحكمي على مدرب بعد ثلاث دقائق. ليه؟ لان في مدرب ممكن يكسب، يجي النهارده ويكسب بكره يقول لك شوف المدرب عمل ايه وغير ايه ومش غير ايه. لا، الموضوع مش كده خالص. حكم المدرب انك انت تحكمي على مدرب ان هو يبقى كويس او مش كويس، الحكم عليه هيبقى في فتره يعني مش اقل من 7 لـ8 مباريات. يعني هتيجي الناس يكلموني يقولوا لي ايه طب احنا والوداد وافريقيا والحاجات دي واحنا جايبينه علشان افريقيا والحاجات دي. شوفي، مفيش حد الضامن هو الله. النصر والهزيمه من عند الله دايما. ولكن هي في اسباب انك انت تشتغل وتجتهد. النادي الاهلي كونه ان جاب مدرب في يوم وسرع علشان اللعيبه ما يحصلهاش حته اللي هي اللخبطه وان قيل وقال واعلام ومش اعلام، وعمل اجواء جيده، ده من الناحيه الاداريه. من الناحيه الفنيه لعيبه النادي الاهلي من افضل لعيبه مصر. لما نيجي نتكلم هتلعب الوداد، الوداد مش الوداد قبل كده. فانا عندي ثقه في الله ثم في لعيبه النادي الاهلي ثم في مدربهم في الوقت الحالي. لما يقدر يقرا النجم الوداد سوري ويقرا اللي ما بعد الوداد، المباراه اللي بعد الوداد. فاللي انا عاوز اقوله انه كل المعطيات بتقول ان النادي الاهلي عنده الاولويه انه ياخد البطوله ان شاء الله. طب لو اتكلمنا عن الاصابات يا كابتن، احنا عندنا عدد من الاصابات واخرها الشناوي، ودي حاجه ما حدش كان يتمناها ابدا، غير الاصابات اللي في خط الدفاع معظمها في خط الدفاع. شايف ده ازاي ممكن ياثر على مباراه الوداد؟ والله ان شاء الله انا عارف ان الشناوي هيلعب وهيبقى موجود يعني. ولكن لازم تعملي حسابك ان دي كره قدم. علشان كده مثلا لما يعني انا بشيد بمصطفى شوبير في مباراه الترسانه كان هايل في مباراه الترسانه. ليه كان هايل؟ لانه ده اول مباراه ما بعد 7 شهور. النادي الاهلي كان قاعد 7 شهور حتى هو فرقته ما كانش بتلعب. فرقته كانت في اجازه لان عشان الكورونا. فهو كان بيتمرن بس، واول مباراه ليه في الفريق الاول وادى الاداء ده. فانا ممتن منه، بقول له انت او هو حارس جيد جدا لان انا دربته وشفته. يعني انا كنت المدير الفني وهو معايا وانا عارف ان هو حارس كبير جدا يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله، لما لعب ماتش الترسانه، طب ما انت عامله حسابك ان في وقت من الاوقات ممكن تحتاجيه. لو هتحتاجيه احتياطي لعلي لطفي اللي عنده خبره اكتر في المباراه، وعلي لطفي ما هو لاعب المباراه. يعني انت لازم طول الوقت وانت بتحضري لبطوله زي بطوله افريقيا لازم تعملي حسابك في اقصى الظروف الصعبه. صح. فانت هو ده المدرب وهي دي الاداره وهو دي اداره الكوره واداره الفريق. دايما المدرب الذكي اللي بيشتغل على اصعب الظروف اللي هتواجهه، ده سيناريو او بلان بي اللي حطه في دماغه. صح. علشان ما يفوجئش ان وعنده لعيب اتصاب ويبقى واقدر اقول لك ان هو ممكن الشد العصبي ما يخليهوش طبعا، لانه مش مصدق انه حارس وافضل حارس في افريقيا وافضل حارس في مصر. صح. انه جاله شد يعني. ما هو ما انت يعني لا قدر الله ممكن يقعد 4 ماتشات 5 ماتشات وممكن منهم ماتش الوداد. فانت عندك بتحضر الجون الثاني وبتحضر الجون الثالث ودايما تحضر كمان الجون الرابع. صح. احيانا في افريقيا احنا بنقيد 3، في اوقات بنقيد 4 حراس. طيب علشان الظروف دي. يمكن النهارده كنا بنتكلم على ان باتسو موسيماني صعد 5 لعيبه من الناشئين يتدربوا مع الفريق الاول،
وعايز اسالك لو انت مكان موسيماني تلعب ماتشين بيراميدز وامبي بالاساسيين ولا هتبدا تلعب اللعيبه الناشئين والاحتياطي وتمشي الدنيا كده عشان يدخلوا في الفورم؟ لا هو اكيد خلي بالك المدرب في الوقت الحالي موسيماني عنده حيره شويه لانه حته الاصابات حته هدفنا في الوداد فبيحضر للوداد ولكن اللي انا عايز اقول لك عليه انه اكيد هو محضر سيناريوهين سيناريو ان هو يريح منه اللعيبه وفي نفس الوقت ما يخليهمش يفقدوا لياقتهم ودي حاجه مهمه جدا وفي نفس الوقت يعمل الدمج الكويس علشان النتائج برضو المباريتين اللي جايين نتائج معنويه ونفسيه عشان المباراه برضو فهو يعني عايز اقول لك موضوع حساس شويه يعمله مدرب كويس يعمله اداره جيده ان هو يعمل المزج ما بين انه يريح لاعبين ومن النتيجه برضو انت عارفه النادي الاهلي مهما حصل وانت خدت البطوله وما خدتش البطوله النادي الاهلي لو تعادل او اتغلب الناس بتقطع فيه لانه النادي الاهلي دائما كده احنا ساره مره خدنا 4 بطولات في سنه وبنلعب مباراه ملهاش لازمه كنا محاسمين الدوري ده احنا اتعادلنا بس وقطعونا او بيقطعونا يعني ما هو النادي الاهلي تعود على ده خلاص وهو بيرد في الملعب زي ما حضرتك فعلشان كده بقول لك هو لازم يعمل المزج ما بين الاثنين لازم يعمل تحضير بحذر اهم حاجه الفكره الاولى الوداد دي الفكره الاولى لازم تبقى اولويات المدرب الوداد المباريتين مهمين جدا انبي وبيراميدز مهمين للناحيه المعنويه طيب خليني برضو اسالك يا كابتن انت احنا عارفين قد ايه جمهور الاهلي يعني مستني افريقيا ومش بيقبل بالخساره هل ده ممكن يكون بيمثل عبء على المدرب الجديد في ظل ان هو جاي في وقت الوقت ضيق جدا وضغط مباريات وزحمه مباريات ده سؤال وبرضو عايزك تقول لي فرص الاهلي قدام الوداد وانا عارف ان حضرتك مش بتحب السؤال ده قوي بتحس انه الرد في الملعب بس برضو من قراءتك الفنيه للفريقين يعني اوكي يعني انا خليني الاول اكلمك على الضغط العصبي على موسيماني بتاع بطوله افريقيا في ناس مبالغه قوي خلي بالك بمعنى ايه بمعنى انه خلاص احنا الدوري بالنسبه لنا انتهى احنا عاوزين بطوله افريقيا عاوزين بطوله طبعا عايزين بطوله افريقيا احنا بنلعب على جميع البطولات صح وما فيش حد بيأثر وما فيش حد في تاريخ النادي الاهلي هيأثر في بطوله زي بطوله افريقيا ده عايزينها وبنشتغل عليها لكن مش نهايه العالم انا مش بتكلم على البطوله دي احنا بنتكلم على البطولات اللي قبل كده خدنا بطولات كتير وخسرنا وطلعنا من بطولات ولكن فضلنا واقفين على رجلينا لكن بطوله افريقيا اللي جايه بتمثل للناس لان من ضعف الدوري من وجهه نظر الناس علشان ما فيش مقاومه فيه وما فيش منافسه في الدوري خلاص سهل ان احنا ناخد الدوري خلي بالك دي حته نفسيه مهمه جدا عند الجمهور النادي الاهلي وصل لدرجه انه قال خلاص يعني عارفه لما لو كان الدوري العام في الوقت الحالي لسه في منافسه بينك وما بين اي فرقه تانية وهتحسميها اخر اسبوع او قبل اخر اسبوع بيوم يبقى انت هتخلصي الناس كلها هتبص على الدوري مش بتبص على افريقيا وهيجي بعد ما تخلص الدوري تقول لك افريقيا بقى طيب فرص لكن دلوقتي الضغط العصبي على موسيماني انا شايف انه يعني هو كمدرب بعد عن دماغه الحاجات دي خلاص هو بيشتغل عشان يعمل تاريخ وياخد بطوله هو جاي عشان ياخد بطولات النادي الاهلي ما فيش مدرب جه ما خدش بطوله ما فيش مدرب مسكه ما خدش بطوله فرص الاهلي نظريا سريعا يا كابتن عادل يعني انا شايف انه مثلا فرقه الوداد فرقه مش صعبه جدا ولكن اقدر اقول لك ان المباريات اللي هي بتاعه الرايح الجاي وهتلعب اول مباراه في المغرب فيها صعوبه شويه لكن فرصه النادي الاهلي اعلى من الوداد واتمنى اللي يجي بعد كده اي اسم هيجي لو الاهلي عدى الوداد ولعب فاينل ان شاء الله خد البطوله ان شاء الله وان شاء الله نبقى بنحتفل مع حضرتك باذن الله ان شاء الله بشكرك جدا على وجودك معايا كابتن عادل عبد الرحمن شكرا بشكر حضراتكم كمان على المتابعه بكره حلقه جديده من برنامج السادسه استنونا